معنا هاتفيا من عمان سيد اياد العناز الباحث في مركز الامه للدراسات والتطوير، مرحبا بك. اذا عام على اعلان ما تصفه الحكومه بالانتصار على تنظيم الدوله، ما الذي تغير والى اي مدى تمكن العراق من تغيير صوره الدمار التي لا تزال عالقه في اذهان العراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واسعد الله مساءكم بخير. حياك الله. عندما أتكلم عن مفردة النصر يجب أن تكون لديها مقوماتها. الآن على الأرض نحن لا نرى انتصارا، نحن نرى هناك كثيرا من السلبيات وكثيرا من الشواهد وكثيرا من المآسي التي حدثت ما بعد انتهاء العمليات العسكرية. الوضع الأمني والانفلات الأمني لا زال باقي ومستمر في كثير من المراكز، المدن والنواحي والأقضية، إن كانت في محافظة نينوى أو المحافظات الغربية الأخرى، ومنها ديالى يعني المحافظات الغربية إن كانت الرمادي أو كانت حتى صلاح الدين وبالتالي ديالى، ونسمع كثيرا عن الشواهد والمواجهات التي تحدث. إذا أين مفهوم النصر إذا النصر لا زال غير مكتمل كما يتحدثون عنه ويقولون به؟ النقطة الثانية، ماذا ما النصر عندما يتحقق في أي معركة عسكرية كانت النتائج يجب أن تتوخى فيها إيجابية، أن تعيد أنت الأمور إلى ما كانت قبل العمليات العسكرية بعد سنتين أو بعد سنة، بعد سنة من عملية الإقراب والإعلان العراقي، ولكن بعد سنة ونصف أو سنتين من انتهاء العمليات العسكرية في هذه المحافظة في محافظة في مدينة الرمادي أو في مدينة الموصل، ما الذي تحقق؟ وكذلك في تكريت وقضاء بيجي، ألم نرى لحد المدن لا زالت مهدمة، لا زالت مدن محطمة، لا زالت دور تحت أنقاضها الكثير من الجثث بل آلاف. الآن آخر إحصائية، هذه الإحصائية الرسمية دون الإحصائية العددية التي تفضل بها تقريركم، وكان حقيقة تقريرا علميا ميدانيا صحيحا، نتكلم عن 40,000 مدني من ضحايا العمليات العسكرية في مدينة الموصل. الاعتراف الرسمي يقول 4652 جثة لمدنيين تم انتشالها خلال الأشهر الماضية. طيب الآن سيد اياد، يعني عبد المهدي قال إن الفساد كان وما زال يمثل وجها آخر من أوجه الإرهاب، إذا كان كذلك كما قال، ما الذي منع حكومته بالبدء بمكافحته مكافحة الفساد كما يحدث في العديد من البلدان؟ هو أنا يعني مداخلتك كانت مداخلة يعني جيدة في موضوع أنا أريد أصل إليه. تفضل. النصر عندما يكون مقود إعادة النازحين إلى مناطقهم، نحن نتكلم عن 5 مليون نازح داخل العراق، وهذه 5 مليون نازح تشكل نسبة 68 مليون نازح من العالم حسب إحصائية الأمم المتحدة الأخيرة التي عنها بعدد النازحين في العالم، ومنهم 5 مليون نازح في مدينة الموصل. إذا نحن نتكلم عن مأساة كبيرة، أين مفهوم النصر فيما تحقق؟ أين المدن التي تم إعادة الحياة لها؟ عندما نريد أن نحقق النصر يجب أن يعيد المواطن إلى بيته آمنا مستقرا. الأمن ليس فقط الأمن التحقيق النصر، الأمن الاجتماعي، الأمن الغذائي، الأمن التربوي، هل هناك معايير لهذه المفاهيم؟ لا زال العديد المدارس لم تعاد إلى خدمة، أكثر من 306 من المدارس الثانوية والابتدائية لم يعاد بناؤها. نحن نتكلم عن مستشفيات لحد الآن مدينة الموصل ليس فيها مستشفى غير مستشفى واحد وهو الخنساء، ولا وعدد من المستوصفات التي تم بناها من قبل منظمات إنسانية وتركت 8 مستشفيات رئيسية لم تعد لها الحياة. نحن نتكلم عن 5 جسور لم يعد غير جسر عائم ثاني تم إزالته بسبب السيول والأمطار التي جاءت قبل أسابيع. إذن أستاذ إياد، يعني أن يخرج العبادي رئيس الحكومة السابق ويقول إن الأداء السياسي الطائفي والأجندة الأجنبية في العراق ستعيد تنظيم الدولة، يعني ماذا يعني ذلك للعراقيين؟ هل يمكن يعني عدوه نصرا؟ يعني
لو قرأنا اللقاء الذي حدث البارحة مع العبادي، نعم، واليوم لو استمعنا إلى ما تحدث به عادل عبد المهدي، نرى أن هناك مفهومين مهمين يتحدثون وهما في مستوى يعتبرون رؤساء للسلطة التنفيذية، اعتراف واضح وصريح بأنه لم يتحقق ما كانوا يصبون إليه من المؤسسات الأخرى من نصر كامل ومنجز. اثنين، أن هناك معايير لاستخدام الطائفية السياسية والطائفية المذهبية في التعامل مع هذه المدن. ثلاثة، الفساد في أوج صوره، لا زال الفساد يعتري المؤسسات، إن كانت المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى العسكرية. نرى الآن كثيرا من الأسس والظواهر التي لا زال المجتمع العراقي يعاني منها. النصر عندما تنتصف للمظلومة، عندما تنتصف إلى المال المنهوب وإلى المال العام حتى تعيد بناء مؤسسات، تعيد بناء مدنها، كيف تعيدها وأن الفساد قائم؟ كيف تستطيع أن تعمل؟ إذن هنا بهذه المعايير عندما يتحدث اليوم بعد سنتين يقول نحن لدينا الخطط للنازحين إلى مناطقهم، متى يعودون؟ والآن السيول والأمطار أكلت من معسكرات النازحين ورأيناها بصور مؤلمة، فقط في معسكرات جدعة والسلامي أكثر من 5000 خيمة تم تدميرها، لم يبقى لدى المواطن شيء، أين يذهب؟ بيته مدمر، أحياؤه وزقته تهتم، والمعسكرات أكلها السيول والأمطار. نعم سيدي، أين جدوى؟ يعني ما مفهوم النصر الآن؟ كيف نتعامل مع هذه المفردة الكبيرة؟ أشكرك شكرا جزيلا من عمان سيدي هذا العناز، الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير.